السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع زينب فوقي وأكلة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض بتنجان، البتنجان المخلل ده طبعا طريقته مصرية 100%. هجيب البتنجان كده، أنا طبعا غسلاه، هشيل العنق بتاعها وهقطعها كده، وهروح إيه فتحها في النص فتحة بس كده، هتبقى إيه زي ما هي، مش هحط مش هعمل فيها اي حاجة تاني دلوقتي، بس هنقطع العنق بتاعها اهو كده حتى نقطعها كويس، وهفتحها بالنص بس هشقها كده فتحة واسيبها عشان هنشوف بعد كده هنعمل ايه. ماشي، اخلص البتنجان ونشوف معانا ايه تاني نتبله بيه. ده طبعا حاجة يعني جنب اي اكل حلو قوي، والواحد دايما ايه بيشتهي، حتى لو احنا عاملين فطار جنب الفول هيتاكل، عاملين غدا في اي وقت، لا في العشاء يعني مش محبذ قوي عشان ايه في توم. ماشي اهو، دايما ايه البتنجان الصغيرة طبعا بتبقى احسن وافضل، بس في مرات الواحد ايه وهو بنقي بيبقى مرحلة ما فيش مثلا ايه صغير كتير، فبيضطر يجيب له واحدة ولا اتنين كبار معانا اهو. شوفوا خلص وارجع لكم. دلوقتي خلاص خلصت البتنجان اللي معايا كله، ده كيلو بتنجان ماشي، غسلاه كويس ونشف عشان دلوقتي هقليه، لما اقليه ما يقعدش يطرطش زيت عليا. تمام، ده بقى هنروح نقليه ونيجي نشوف ايه هنعمل ايه. قبلها هقول لكم على المقادير، الحاجة بتاعتنا اللي معانا اللي هنشتغل بيها. معايا 4 فصوص ثوم كبار، وقطعة صغيرة فلفل حامي، ومعايا كمان معلقة كمون صغير، الكمون مع وبرضو ملح. طبعا ليه الملح والكمون والفلفل دول هدقهم مع بعض في الهون، هو ممكن اهرسهم الثوم بهرسة الثوم، وممكن يعني اقطع ده، بس لما بدقهم مع بعض احسن، الكمون مع الملح مع الثوم مع الفلفل الحامي بيدوا نتيجة احسن. طبعا ايه هحط نص معلقة ملح معاهم بمعلقة الشاي، معايا شوية كزبرة، ومعايا قرنين فلفل اخضر رومي، معايا طماطميتين وليمونتين، وطبعا ايه هبقى اخد معلقة خل. تمام، هروح اقلي البتنجان اول حاجة، وبعد كده على ما يبرد هنفرم دول مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا حطيت طاسة على النار اهي فيها زيت كتير مش زيت قليل، يعني لازم معقول لازم يتقلي كويس. طبعا البتنجان ده في ناس بتسلقه وناس بتقليه، بس انا يعني طبعا بحبه بالقلي لان نتيجته احسن كتير بالقلي. ماشي، الزيت سخن معايا، هبدأ ايه انزل بالبتنجان اهو، عشان انا من الشفاه ما بيعملش ايه اي طرطشه، لكن انا لو مش من الشفاه كان زمان غرق لي الدنيا، فايه غسلاه من بدري ونشفته. وببدأ اقلبهم ماشي، اهي بتتقلي، اعرف ازاي ان هي استوت، ادوس كده بالشوكة يعني زي الصغيرة دي استوت كده خلاص، بدوس عليها بالشوكة الاقيها طريت طريت كده، طرية تحت ايدي، طرية دي خلاص هي استوت، بروح مطلعاها. تمام، وهكذا كله هيطرى ونشيله ونحط باقي الكمية، شايفين هو كده خلاص استوت. خلص، هنضيف باقي الكمية، هي كلها
نظبطهم عشان ايه يبقى طالعة واحدة. تمام كده، مش هيخلص، ونشوف مع بعض. وادي التانيين استوهم اهو، شوف بدوس عليهم خلاص طريو، يبقى كده ايه خلاص بطلعهم كلهم. ماشي خلص، ونشوف مع بعض. دلوقتي البتنجان اتقلى معايا خلاص. على البتنجان ما يبرد هجهز الخلطة بتاعته. اول حاجة الكمون هحطه هنا في الهون، ماشي، دي قلنا معلقة صغيرة. هحط نص معلقة ملح برضو هنا، هي نص المعلقة طبعا. ايه نشوف بعد كده نحتاج منحط. هحط التوم كمان، ماشي، وهحط حتة الفلفل الحامي دي برضو، ايه هقطعها كده واحطها عشان تدق معايا بسهولة. تمام ماشي اهي، دول هدقهم مع بعض وهنضيفهم على الخلطة اللي احنا هنعملها. دلوقتي اقطع الفلفل طبعا، ايه داخل البذر منه. ده كمان اوريكم شكل التقطيع وبعدين انا اكمل. هقطعه كده بالطول عشان اقطعه برنوازات صغيرة. برنوازات صغيرة يعني مربعات، يعني حاجة قطع صغيرة خالص اهو كده. تمام اخلص الكمية ونشوف مع بعض. ده الفلفل اهو خلص معايا كله برنوازات صغيرة، ماشي. هنقطع باقي الحاجة ونشوف. دلوقتي معايا طماطميتين برضو، هو قطعهم برضو برنواز صغير اهم، ماشي. اهو ايدي واضحة اهو، هم شايفين نفس تقطيعة الفلفل بالظبط اهو. تمام اخلص وارجع. ادي الطماطم برضو خلصت برنوزات، هعمل ايه؟ هضيفها على الفلفل اللي انا قطعته اهو، ماشي كده. هنفرم الكزبرة برضو ونضيفها عليه. هفرم الكزبرة اهو، اللي ما بيحبش الكزبرة بيحط بقدونس، بس انا بالنسبة لي تستو حلو معاها يعني، بس اللي ما بيحبش الكزبرة يحط بقدونس. ادي الكزبرة اتفرمت برضو، هنضيفها عليهم. تمام كده بقى عندي كل المكونات، ناقص الحاجات اللي في الهون هدقها ونحطها عليهم ونكمل بقى. ادي الحاجات اللي انا دقيتها بالهون، التوم على الملح على الفلفل الحامي، ماشي. انا بصراحة يعني بلاقي في الدق احسن، يعني بيدي نتيجة احسن. وطبعا مش محبذ ان احنا نكتر توم قوي يعني، عشان ايه يعني تقيله كده. دلوقتي هضيف الخل والليمون، اضيف معلقتين خل بس بمعلقة الاكل، اتنين بس هم. وهدي رشة ملح تاني صغيرة، عشان انا حطيت نص معلقة مع التوم والفلفل وهو بيدق. اشوف الاول يعني الطعم وكده، احتجت تاني بحط. ماشي دلوقتي هعمل ايه؟ اخر حاجة هعصر الليمون، عندي ليمونتين هعصرهم. اهو تمام ليمونتين، هشوف برضو احتجت ليمون تاني. اللي بيحب ليمون عالي زي ما احنا متفقين بزود ليمون او خل.
انا قلبت الخلطة كويس قوي مع بعض عشان اتأكد ان التوم، عشان التوم نازل كتلة، كان طبعا مش زي الحاجات اللي متقطعة. بتأكد ان تقلبه كويس مع بعض، وطبعا رشيت رشة ملح تاني صغيرة بس، الليمون والخل. حلو، بس هو طبعا مولع، يعني حتة الفلفل كانت ما شاء الله عاملة الواجب وزيادة، بس بيبقى تحفة. ماشي، هنحشيه بقى مع بعض دلوقتي ونشوف. ودلوقتي بجيب البتنجانية كده، وطالما لابسين كلابز بإيدنا أسرع من المعلقة. ماشي، وبحط كده هرصهم، طبعا لما أخلص هرصهم بشكل أحلى كمان لما أخلص، بس بوريكم إزاي نحشيها. طبعا أنا ليه بحط كزبرة أو طماطم أو مثلا البقدونس، قلنا اللي ما بيحبش الكزبرة يحط بقدونس. يعني البتنجان كان كل اللي بيخللوه بيروحوا حاطين فيه بس، يعني الثوم مع اي حاجة دقوها بالهون، مثلا ثوم وكمون وليمون وخل وخلاص، ما بيحطوش طماطم، برنوزات طماطم ولا فلفل ولا حاجة خضر، فالشكل بيبقاش برضو مدي النتيجة الحلوة، وبنفس الوقت بيعلي يعني الطعم والقيمة الغذائية، يعني بيبقى حاجة ايه شكلها حلو وطعمها كمان ايه احلى. فانا عشان كده بعمله بالطريقه دي اهو. يعني الخلطه ما شاء الله جت يا دوب على القد. عايزه اقول لكم شكله بسم الله ما شاء الله رائع. يعني فعلا فعلا حلو. انا لسه هرصه في الطبق ووريكم شكله. عايزه اقول لكم ده برضو من حاجات اللي هي من كتر ما هي مغريه ممكن مرات الواحد ايه يعملها سندوتشات لوحدها كده، يروح بقى ماسك السندوتش مليه بتنجان وياكل. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ما تنسوش تشتركوا بالقناة، واستنونا مع زينب فوقي وأكلة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.